طيوبا ليأتين ويطيبن جسد يسوع. وفي يوم الأحد باكرا جدا أتينا إلى القبر مع طلوع الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ وتفرسنا فشاهدنا الحجر قد دحرج وكان كبيرا جدا، ودخلنا القبر فرأينا شابا جالسا عن اليمين متوشحا حلة بيضاء فاندهلنا. فقال لهن: لا تندهلن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. إنه قام وهو ليس هنا، وها هو المكان الذي وضعوه فيه. ألا ذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل، وهناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا من القبر وهربنا من شدة الفزع والرعدة، ومن خوفهن لم يقلنا لأحد شيئا. حقا والأمان لجميعكم. من الموت.
بنشوف الخشبة اللي بتروح عادية الله هي اللي بتربط الإنسان بالله. لما نحن ندعي الرب خلط الشعب البارد إلى ربنا من خلال العلاقة العادية اللي بتروح جواه، نقدر نقول له لربنا انزل وخلط الشعب بحقيقتنا بندعيك، بصير في شراكة بيننا وبينك. لكن في حالة تانية قائمة كمان هي الحالة الأخوية اللي بتربط الإنسان بالإنسان. الحالة هي لما المسيح فتح البيت، جمع كل الناس، صار على الصليب نقطة ارتكاز بين الناس والله وبين الناس بين بعض. من دون وحدة من هول الاثنين ما في صليب، وبالتالي ما في معنى لموت يسوع، لأنه إذا مات يسوع حتى يكون كمسيح مخلص يربطنا بربنا ويربط الناس والجميع مع بعض البعض. اليوم عم نحتفل فيها القربان الجديد، اليوم طلب من الفصح